الأستاذ الفاضل زوجها أو لو بيصل الأمور وبيوزنها ميزان صح. افترض ان انت مكان جوزها، يعني كانت هي زوجتك وطلقتها وهي كافحت. عارف يا باشا الخطوبة دي عاملة زي ايه؟ زي ما تكون عطشان ونفسك في كوباية مية، حنفية قدامك والكوباية في ايدك بس الماء مقطوع. طب بذمتك يا صاوي، حياة دينك يا شيخ والاسلام ده مش غريب، ده من ارجل العيال اللي عندي. ما حاولتش تاخد بق من الكوباية. تحرجنيش بقى يا باشا بقى. يا ولاد العفاريت. طب يا عم الحاج خلص بقى واخلص. يا باشا انت عارف جرام الدهب بقى بكام؟ جرام دهب ايه؟ انت لو مالي دماغ البيت لا هيفرق معاها دهب ولا فضه. ما هي المشكله مش فيها هي، المشكله في امها هي اللي قافشه عليا. بقول لك يا صاوي، الموضوع ما ياكلش معايا، انت مش مالي الزمبالك. البت من دول لو انت مليت الزمبالك من اهو ولا هيفرق معاها ابوها ولا امها ولا الجن الازرق. تهيألك يا باشا. تهيألي ايه ده؟ انتوا عيال الخرعه. الو، في ايه بس؟ امتى الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. خير يا باشا؟ حضر لي تلات رجاله في البوكس. خير؟ في شقه سادات. شقه مين دي؟ لا تمام، استعجل لي بس اذن النيابه. نعمه يا باشا. يلا في حفظ الله. سلام يا حبيبي. تمام يا رجاله؟ تمام. مفيش اي اثر للمجرمين؟ مفيش اي حاجه يا فندم. طب اتكلوا على الله، استنوني في البوكس انا جاي وراكم. عايز مني حاجة يا باشا؟ استغناش عنك أنا بابا. طمنيني بس على عمتك، عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله نامت. خليكي معاها لغاية ما تدهلك إن شاء الله. حاضر يا باشا. يا صاوي. إيه يا باشا؟ إيه الأخبار؟ أنا معايا برضو جار الست سامية. أنا جرجرته في الكلام واضح إن عنده معلومات مهمة. تحب أجيبه لك تكمل معانا؟ يا ريت. تعالى برضو. يا أهلا وسهلا. عبد الله. إزيك يا مريم؟ اتفضل. احكي يا ابو رضوى الايمن بيه عن الست ساميه البراويه. مش لوحدها يا باشا، وبنتها كمان، صوتها عالي على طول، مفيش حد في الحته يعرف عنها حاجه. بتخرج اول النهار وبترجع بالليل، بتروح فين وبتعمل ايه ما نعرفش. مفيش حد في المنطقه ما يعرفش اللي بينها وبين الواد تلاعب بتاع البتشام، والله اعلم مين كمان.
الواد تلاعب ده ما حدش له كلام معاه في الحته. واد شمال ولبط، واللي سمعناه انهم مقضينا مع بعض يا باشا. مقضينا مع بعض ازاي يعني؟ استغفر الله العظيم يا باشا، ربك ستر حليم. ايوه يعني ايه اللي جاب الكلام ده كله لحادثه السرقه بتاعت النهارده؟ واحده زي دي سكتها سالكه مع واد عفش زي تلاعب ده، اكيد سكتها سالكه مع غيره، والصنف ده البتشام واكل دماغه، واكيد رجله واخده على البيت. امال عرفوا منين ان في صيغه؟ اكيد رجليهم دايسه المطرح. استغفر الله العظيم. يعني انت بتقول ان تلاعب هو اللي عمل السرقه دي؟ مش شرط هو يا باشا، المنطقه دي مليانه عيال من العينه دي، والعيال دي ما وراهاش حاجه غير ضرب البتشام ورمي البلد، واكيد اي حد منهم سمع وحط على المطرح. بقول لك يا ابو رضا، انت عندك بنت اسمها رضا فعلا ولا ده اسم شهره؟ اه يا باشا البكريه. طب كويس، شكرا يا ابو رضا. اقوم يا باشا. تقدر تكل على الله. شكرا يا باشا. بقول لك يا ابو رضا، امرك يا باشا. لو كنت قلت يعني كلمتين بطلين في الولايه اللي جوه دول وطلعوا مش صح، بعد عليها في الاسم وقول لي انهم مش صح عادي، كلنا بنراجع وجهه نظر، احتمال تطلع غلطان ولا فاهم غلط، خصوصا بقى لما يكون راجل عنده بنات ونفسه ربنا يسترهم. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي اللي سمعته. اتكل على الله. يلا. حاضر يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اخبارها يا رباب؟ الحمد لله نايم. اقعد يا رباب. طب ايمن بينا هاخد رجاله سباكه بس، ما عايز حاجه؟ ماشي يا صاحبي. سلام يا باشا. السلام عليكم. على فكره يا باشا، انا عارفه مين اللي ورا الموضوع ده. وانا كمان، بس عايزك ما تقلقيش، كل حاجه بوقتها يا رباب. اقول لك حاجه يا باشا، انا اول مره احس يعني ان الخوف راشق في قلبي كده. يعني خوف ايه بس؟ من ايه؟ انت شفت بنفسك يا باشا الناس اللي في بالي وفي بالك، اول ما دهسوا دهسوا الولية الغلبانة اللي شايلاني طول عمرها وشايلة الدنيا دي كلها فوق دماغها. ما تقلقيش عليها، هما مش هيقدروا يعملوا حاجة دلوقتي، ده كارت ارهاب واحنا عارفين الموضوع ده كويس. اهم حاجة بس تخلي بالك منها وان شاء الله هتبقى زي الفل. وانت كمان خشي نامي بقى وانسي الموضوع خالص وسيبيها على الله. احنا لينا غيره يا باشا، والله سايبها على الله، ملناش غير. طيب بكره ان شاء الله هستناكم الساعة 4 العصر. انا في المحضر انت وعمتك، تتكلوا على الله. حاضر يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. لا يخليك يا باشا. يا فري. صباح الخير. صباح الفل. ازيك؟ الحمد لله. قوليلي عامله ايه في الشغل؟ تمام ماشي الحال. طب كويس. تشربي ايه؟ ايه يا حبيبتي، لسه شاربه قهوه قبل ما اجي. لا هتشربي شاي معايا. ماشي يا ستي حاضر. ثانيه واحده اعمله ايه؟ طب انا هاجي معاكي. لا خليكي مرتاحه، ده انا هعمله في ثانيه. ومام هنعمله مع بعض. يلا خش. قشطه. اخبار عمر ايه؟ تمام، مسافر سينا كام يوم وبنتكلم بالتليفون. مسافر يغير جو؟ يعني تقدري تقولي كده، اصل بقاله كتير ما ريحش. كويس. طب وناوي يعمل ايه بعد ما ساب الداخليه؟ والله ما اعرفش، هو اساسا سافر هناك عشان يفكر في الموضوع ده برواقه، يعني من غير اي ستريس. عندي كروسان جنن لسه طازه. لا 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 ميرسي، انا مش قادره، وبعدين انا فطرت قبل ما اجيلك. ايه دي معلقه عشان السكر المفضل. مش هو انت بتشربي؟ لا انا كان عندي واحده صاحبتي كانت بتقضي معايا يومين، وهي من النوع اللي بيشرب، فهي نسيت عندي. طيب بس ابي خلي بالك يا سلمى،
اصل لو عمر جاي يسألك فجأة وشاف الحاجات دي عندك هيتضايق قوي. اكيد، بس عمر برضو عرفتي. مش شرط يا حبيبتي، الناس دماغها وتفكيرها بيتغير مع الوقت، واحنا ممكن تفكيرنا يتغير حسب الناس اللي حوالينا. يعني انت دلوقتي احساسك بالناس اللي حواليك مش هتغير بعد وفاة راضي الله يرحمه؟ الله يرحمه. انت صح، بس في حاجات ثابته ما بتتغيرش. يلا نشرب الشاي. يلا. اي يا حبيبتي، انا عاوز اسالك على حاجه. انت تعرفي مطعم اسمه ساتاغوش؟ هو سكرك ايه يا روحي؟ مظبوط. قولي لي بقى، تعرفي مطعم اسمه ساتاغوش؟ هو المظبوط ده معلقه ولا اتنين؟ يا سلمى، عليا شافتك من كام يوم في المطعم ده. غريبه، ما خدتش بالي. ما هي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انت ما كنتيش واخده بالك من اي حاجه خالص. اصل احنا كنا كتير. سلمى، انت فاهمه قصدي كويس. لا سوري، مش فاهمه. قالت لي ان انت كنتي شاربه كتير يا سلمى. وهي عرفت منين بقى ان انا كنت شاربه؟ شافتك. انا كنت ماسكه في ايدي باور درينك. ماشي، يمكن هي شافت غلط. اكيد هي شافت غلط. طب يا سامي يا حبيبتي، انا عايزه اطمن عليكي، انت الناس دي بتعرفيها منين؟ دول زمايلي في الشغل وصحابي من زمان. يعني صحابك بجد واثقه فيهم؟ صحابي بجد واثقه فيهم، اطمني. وانا ما حدش ممكن يجبرني اعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها. طيب يا حبيبتي، انت وراكي حاجه النهارده؟ اشمعنى؟ انا حبيت ان انا يعني ننزل مع بعض واخدك نقعد في حته نغير جو. يا ريت، مش هينفع، عندي حاجات اعملها في البيت. خليها مره تانية. خليكي انت قاعده معايا شويه. بصي يا سلمى، انا عايزه اقول لك على حاجه، بس انا ما عنديش اخوات، كان نفسي يبقى لي اخت زيك. عشان كده مش حابه ان انت تزعلي مني او تحس ان انا بضغط عليكي وبتطفل عليكي. سلمى، انا حابه ان انت تحس ان انا اختك برضو. توعديني بحاجة؟ ايه؟ توعديني ان انت لو احتجتي اي حاجة وحسيتي بنفسك متضايقة وعاوزة تتكلمي، عاوزة تطلعي تغيري جو، تكلميني في اي وقت ان شاء الله الفجر. انا طول الوقت تليفوني جنبي ومفتوح. اوكي، خلاص؟ تعتبريني اختك من النهاردة. خلي بالك من نفسك.
لحظة واحدة بس، وبعدها لو عايزة تنامي نامي. ايه يا حبيبي؟ ايه رأيك؟ ايه ده يا أدهم؟ ده تحفة بجد؟ صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا حياتي. كل سنة وانت أحلى. وانت طيب يا حبيبي، بس النهاردة مش عيد ميلادي، النهاردة عيد ميلاد درة. وهي درة كانت تيجي حلوة كده من غير مامتها المزة دي؟ لا لا انت كده بتهزر يا ادم. لا انا مش مصدق اللي انت بتعمله ده بجد، انت بتهزر. بهزر ايه ده؟ ما عجبكيش؟ طب نجيب واحد بجد بقى، نكلم جو نخليه يبعت واحد بجد. لا استنى يا ادهم، انا قصدي ان انت بتهزر يعني عشان جايبولي يوم عيد ميلاد دره. يعني عجبك؟ والله العظيم عجبني، ده تحفه. اوكي يبقى بلاها جو. ايوه كده. اوكي يا عمري. انا بحبك قوي يا ادهم، انت مجنون. انا مجنون بحبك. وانت حقيقي؟ انا جرافيك. عمر درة حشتيني. وانت كمان وحشتيني، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. لسه بتغيري من هنا؟ لا لا ده انا اكتشفت حاجه جديده، ده هنا هنا بس تعالي بس راحه فين؟ تعالي بس هقول لك على حاجه. ايه الجو ده؟ الجو ايه؟ قصدك على البنوته؟ بتموت في عمر. مش قصدي على البنوته خالص على فكره. امال قصدك على مين؟ اللي جايباها. ايه ده؟ لا 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 ماليش في الكلام ده. حرام عليك. حرام حرام. قول تاني بصوت عالي. حرام. خلاص بعتلي. ربنا يخليكي لينا وللغلابه يا شيخه. هسامحك المره دي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا اسود. اوعى بقى من ام سلم. هاي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحب مرمطه معلش. هي دي بقى مرمطه الحب؟ يا ريت. ايه ده دول هناك؟ استاذنك. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه بقى، تغسلي معايا العربيه؟ اه. تعرفي؟ خلاص نعلمك يا باشا. بقولك اسكتي بقى. حبيبي صباح الخير. صباح النور. ايه الشكه دي يا مدام غاده؟ ميرسي يا ساندي، مش هكون احلى منك اكيد يا حبيبتي. لا انا القمر. حابه تهزر؟ لا باين. هو سليم هنا؟ اه طبعا موجود. اه يا منصل فين؟ شوف البضاعه بقى وفرزيها ونديلي سليم. هتلكك. بطلي. بتحب تهزر قوي. لا دمها خفيف بس بصراحه هي عندها حق، ما شاء الله عليك يا قمر. ميرسي يا حبيبتي. حرام عليك يا شيخة المجهود ان انا عم اعمله في العربيه وفي الاخر تبهدليها البهدله دي كلها. انت عارف انا هعمل فيك ايه؟ تعمل ايه؟ ماشي. شايفه السفنجه اللي كنا بنرسل بيها العربيه دي؟ اه. انت محتاجه تتغسلي بيها دلوقتي. اوعي اوعي هبهدلك. مستحيل. انت بتزقي ايدي؟ ايوه. يا بنت اوعي، انت قويه كده ليه؟ اها. طب ماشي، احنا نشوف بقى الموضوع ده، هنروح على البحر على طول بس نشوف مامي الاول ونستاذنها وبعد كده نخلص. اهلا اهلا غدغوده. توقفيها ليه؟ ما تقعدوا. بقول لك ايه يا سليم، انا كنت عاوزه اتكلم معاك في موضوع. انت تؤمريني؟ انا عايزه معتز يحضر حفله عيد ميلاد دره النهارده. عايزه مين؟ معتز. يعمل ايه؟ ايه في ايه يحضر عيد ميلاد دره؟ انسي. ليه؟ معتز ما يخرجش. انت لسه عامل فين السنه في الحفله؟ ايوه يا جماعه، بس دره مصممه ان انتوا كلكم تحضروا حفله عيد ميلادها النهارده. خلاص هي اللي تقنعه. يا جماعه يا جماعه، ده عمر عشان يقنعه يخرج بره المطبخ بالنهار. عارفين عمل له ايه؟ ايه؟ عمل له عمل. شفتي؟ عمر؟ ايوه عمر. خلاص يبقى هو بقى اللي هيقدر يقنعه يخرج من المطبخ. مستحيل طبعا. يا بنتي ده عايش في فيلم رعب. انتوا على فكره بتدانوا في مطبخ، قولي لها. في ايه يا جماعه؟ طب حتى نحاول. حاولوا. مش صعب، حاولي انت. بقول لكم ايه، انا هتكلم معاه بنفسي خلاص؟ وانا اندهولك يا عمر. في حاجه عايزه تضيفيها على المحضر يا استاذ ساميه؟ لا يا سعاده الباشا، كتر خيرك. ولا انت يا رباب؟ أنا عايز أتكلم يا باشا. اتفضلي. يا باشا حضرتك قلت إن كل اللي شهدوا شهدوا إن أنا ماشي بطال، وإن أنا والست الغلبانة دي اللي جايبين نفسنا المرازية بسبب اللي بيني وبين تلاعب. بس مفيش كلب فيهم يا باشا قدر يقول لك إنه حاول يشمشم ورايا بدل المرة اتنين وتلاتة.
ولا حد قدر يقولك انه اتضرب مني بالشبشب قبل كده، بالذات الكلب اللي اسمه برادو ده. اكيد ما قالكش ان انا فضحته في المنطقه كلها لما حاول ينط طرف على بيتي، حتى الولايه الواطيه مراته يا باشا في التحقيق يعني ثبتني في شرفي. يا باشا اللي ما بيطولش ما بينساش، وعمره ما لسانه بيقول انه كلاش. الناس في البلد دي بيستكبروا يستنضفوا البت اللي تعري وسختهم عشان ما يبقوش وسخين لوحدهم. ده داء وداير يا باشا. عارف يا باشا، عارف الناس دي حلها الوحيد ايه؟ الناس دي حلها الوحيد ان انا ادلق على خلقتي ميه نار عشان هم يهمدوا، بس انا ما بدلقش يا باشا وما بخافش، وعمري ما هتكسف من نفسي يا باشا. انا قلت اللي عندي يا باشا، وحضرتك شوف اللي يلزمك. واقفل المحضر في ساعته وتاريخه. امضي يا رباب. قطمت لي وسطي شيء قوي، محتاجه تعملي دايت على فكره. ينفع كده؟ شيل عليك، انا وزني 27 27 كيلو بحالهم يا مفتريه. وانا السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. الحين سمعت احلى خبر في الدنيا. صابرين مرتي حامل. مديح يا صغير، مبروك. يبارك في عمرك يا حبيبي. الله يبارك في عمرك. اخيرا يا مديح. اخيرا يا عمر. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خلاص بقى، يبقى انت وهي لازم تيجوا عيد ميلاد دورها النهارده. كل سنه وانت احلى. وانت كمان احلى. المفروض ان اليوم ده يبقى مناسبه عندكم انتوا كمان، ما هو ده اليوم اللي انتوا عرفتوا فيه الخبر الجميل ده. ايه اكيد طبعا. ايوه. يعني هتيجوا؟ ما نقدر نرفض. يس. خلاص بقى كده يا جماعه، انتوا كلكم جايين عيد ميلاد دورها النهارده. ان شاء الله جايين. بس يا عمر في مشكله صغيره كده، وانت يا بطل اللي هتحلها. مشكله ايه؟ معتز. اوبا، معضله ده. ماله معتز؟ مش هيقدر يجي يا دور. ليه؟ علي عفريت. العبط ده. كده. دور بيحيف؟ ايه؟ سوري ما. بيني وبينك عندها حق. بيني وبينك حلوه بيف دي يا عمر. طب ما هو ايه الحل برضو يا عمر؟ ما هو برضو ما ينفعش ما يجيش. وسولي قال لي ان انت الوحيد اللي هتقدر تخرجه من المطبخ. المشكله مش في المطبخ. اه هو ممكن يخرج بالليل عادي، بس يقعد وسط ناس اغراب صعب جدا. ايه ده ايه ده؟ وليه كل ده اصلا؟ لا ده موضوع طويل. هو انا ممكن احاول بس بشرط. ايه؟ تيجي حضرتك ومامي معايا عشان نقنعه. وانا موافقه. هينفع؟ نحاول. يلا بينا. يلا بينا. قومي. يلا سنديني بقى عشان والله ظهري بايظ خالص بسببك. قومي يا عمر قوم. وجه وراك. قوية قوية قوية. أنا اللي قوية. أنا اللي قوية. قوية. أوب وقف وقف هنا. ثانية واحدة. يلا تعالي. يا معتز. معتز. أنا عمر يا معتز. اتفضل يا عمر. إيه يا عم الحاجات الحلوة دي؟ دي أجل حاجة عندينا. ملك والله العظيم. أنت مالك يا ابني؟ الملك لله. أعمل لك حاجة تاكلها؟ لا ماليش نفس. تعال لي بره بس شوية كده عشان في ناس عايزين يشوفوك. خصيمك النبي لو بتعزني، أنا لا عايز حد يشوفني ولا عايز أشوف حد، خصوصا في المنطقة ديت. الله يبارك لك يا ابني. دول من هنا من سينا، ما تخافش. إن شاء الله يكونوا من التقفيزة ذات نفسها. أنت عارف مدام غادة مرات أدهم بيه وبنتها درة؟ ما أعرفهمش، بس هم بقى عارفينك وعايزين يشوفوك. يا جدع صدقني، دول لا ليهم علاقة لا بالصعيد ولا بالصعايدة. واصل يا جدع، مفيش حاجة تخوف. على ضمانتي. على ضمانتك؟ قلت لك على ضمانتي يا أخي. على ضمانتك يا جدع. على ضمانتي. اقطعك واقطع سيرتك. يلا. طيب ربنا يلطف. هم على ضمانتك. على ضمانتي يا ابني. هم يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف معتز؟ هاي. سلم. الله يخليك. ده انا سمعت عنك ايه اساطير. لعله سمع خير ان شاء الله. اكيد طبعا. ده حتى والله ادهم كان نفسه ياخدك عندنا هنا في مطبخ الريزورت، بس بصراحه كده يعني سليم قال له كله الا الشيف معتز. الله يخليكي، ده من فضل ربنا علينا يا ست هاني. بس احنا بقى يا سيدي عندنا مناسبه مهمه جدا النهارده، وعاوزينك تخدمنا فيها بقى. خير ان شاء الله. عايزينك انت. كيف يعني؟ انا هفهمك يا سيدي. النهارده عندنا عيد ميلاد دره، وعاملين لها يعني كده حفله صغيره في الريزورت، وهي بيني وبينك مصممه تعزم كل اللي في التقفيصه هنا وفي الريزورت. ما
معلش خليها مرة تانية يا مدام. الله يخليك. مرة تانية دي يعني السنة الجاية؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر. إن شاء الله أنا هعمل لك أكلة تاكلي صوابعك وراها. No way. كيف يعني؟ يعني No way. كيف يعني؟ يعني مستحيل يا أخي. أصلا في الحقيقة يعني ما جبتلكيش هدية وما ينفعش أدخل عليكي وإيديا فاضية. إن شاء الله أجيب لك هدية كده تليق على مقامك إن شاء الله السنة الجاية. أنت تيجي تبقى جبت هدية. أنا بصراحة لو حد زي دور قال لي جملة زي دي ما أقدرش، مستحيل أكسر بخاطرها. ربنا ما يخلي حد يكسر خاطر القمر دي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ مش رايح. يا جدع قول يا رب. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. خلاص هستناك. خلاص كده هو وعدك إنه جاي. ربنا يسهل ربنا يسهل. لا جاي. ديل؟ يعني ديل. قول ديل قول ديل. ديل. يعني اتفقنا. شفت؟ في الآخر كامل أخويا ده الوحيد اللي ماليش غيره. لما حس إن هو متغير أو في ست ممكن تكون ملخبطة يبقى لازم أطمن وأعرف هي مين وإيه اللي ملخبطه منها. لو كويسة وخير يبقى على خير تلي. أما بقى لو بتعمل كده فراغة عينه وطمع يبقى لازم ألاقي طريقة وتصرف. بس هو أنا أصلا ما بشوفش الباشمهندس كتير، ده تقريبا نادرا لما بدخل مكتبه. أصل باشمهندسة عليا هي اللي بتتعامل معاه على طول. دي حتى عاملة نظام في الشغل يخلينا ما نتعاملش معاه بطريقة مباشرة، وأي غلطة بتحصل من عندنا هي اللي بتتصدر على طول في الموضوع. أيوة مين بقى الباشمهندس عليا دي؟ ده المدير التنفيذي بتاعتنا حضرتك. جديدة؟ لا يا مدام، حضرتك بس اللي بقالك كتير ما بتجيش المكتب. باشمهندسة علياء تقريبا بقالها معانا في الشركة سنة وشهرين تقريبا. عندك حق، أنا فعلا بقالي فترة ما جيتش المكتب. متجوزة الباشمهندسة علياء دي؟ لا مش متجوزة. ولا مخطوبة؟ متهيألي لا، أصلها مش لابسة دبلة في إيديها. علاقتي بيها إيه بالظبط يعني؟ عادي شغل. أيوة يعني بتعملك حلو؟ بصراحة يا ست حقانية بتاعت شغل، لا بتعملنا حلو ولا وحش. حتى أي غلطة بتحصل من عندنا زي ما قلت حضرتك هي اللي بتتصدر في الموضوع على طول. طب بصي يا ندى، أنا محتاجاكي تساعديني. مساعد حضرتك فيا مدام. عايزة أعرف علاقتها بكامل أخويا واصلة لحد فين. طب بس أنا دي هعرفها إزاي؟ أنتي وشطرتك. كل ما تكوني شاطرة معايا أكتر كل ما أقدر خدمتك ليا أكتر. على فكرة أنا بعرف أقدر اللي بيخدموني كويس.
قول يا زميلي، اديني جيت لك في المكان اللي انت قلت عليه اهو. ايه المصلحه اللي انت عايزني فيها؟ انت بتعمل ايه دلوقتي يا تلجي؟ في ايه؟ في الدنيا مستني. ياب ما ترد عدل ياب، مستني ايه؟ مستنيها تسلك. من قاله سلك؟ معلم امريكاني من ساعه ما قال لي استناني واديني مستنيه. الله، طب انت ممكن تفضل مستني وهو شخصيا ينسى انك مستني. طب اعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، في راس مال كبير لو حطينا ايدينا عليه ممكن يغطينا سنين ونشتغل منه كمان، بس انا معاهد نفسي ان انا اجيبه من اللي سرقه الاول. راس مال كبير؟ كبير قوي. وده مين اللي سرقه؟ امريكاني. معلم امريكاني؟ معلم امريكاني عمره ما كان عليه فلوس لحد، طول عمره بيخلص شغله اول باول، والسوق كله عارف كده. ده السوق، عشان السوق لازم يبقى فاهم كده، انما الكلام اللي في الحيطان ده كلام تاني. بقول لك ايه، كلنا عارفين كويس قوي ان الفلوس اللي شغال بيها امريكاني دي فلوس ام ميرفا، حتى البضاعه اللي اتمسكت يوم المخزن برضه بضاعه ام ميرفا. امريكاني ما حطش جنيه من فلوسه لحد النهارده، بيكبش من مكسبه بس. دول يطلعوا كام يعني؟ يعني 6 مليون. 6 مليون وشويه. شويه؟ ده شويه دول يطلعوا كام يعني؟ يعني يجي 340 350 باكو. 340 350 باكو؟ ده انا لو اشتغلت طول عمري عند المعلم الامريكاني مش هعمل ربعهم. اه احنا بقى لو حطينا في دماغنا ان احنا نجيب ال 6 مليون وشويه دول هنوفر على روحنا بقيه السنين. وانت فاكر بقى ان المعلم الامريكاني هيسيب لك الفلوس دي تطلع من تحت درسه بالسهل؟ نعمل بقى اللي نقدر عليه يا زميلي. طلعنا لهم فلوس، طلعنا لهم بضاعه، طلعنا لهم شويه كده على شويه كده، خدنا روحه وجبناهم. المهم نوصل للفلوس ونديها لام ميرفا ونبقى عملنا معاها الصح. طب ما احنا كده ما نبقاش كسبانين حاجه يا اخي. مش مهم نكسب حاجه، مش يمكن انا مش مستني حاجه. بس ما تقلقش، حقك محفوظ، بس هستاذنها الاول يعني عشان ابقى واخدهم بالرضا. وهتسالها امتى؟ بكره هديك كلمه. ولحد ما نجيب الحاجه هي شايله المصاريف؟ اي حاجه هتتصرف من ناحيتي ولا من ناحيتك عليا. وهنبتدي من امتى؟ من دلوقتي لو تحب. لا خلينا بعد بكره، انا بكره هروح اسهر سهرايه مع الرجاله كده واودعهم ولما هلاقيلي وابقى تحت امرك. يعني نقرا الفاتحه ولا سيبك تفكر مع روحك شويتين؟ نقراها يا زميلي، بس ده ما يمنعش يعني اني مستني رد بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا خلاص ظبطت الدنيا الحمد لله، من بكره الصبح هجيب الناس تشتغل في مركز الغطس. اوضتك بالشكل اتفقنا عليه، امي؟ امي يا معلم. يلا توكلنا على الله. وانا يومين ثلاثه بالكتير ابعت لك فلوس. يا عم صل على النبي، ما احنا بتوع بعض. لا بقول لك ايه، تمشي ورا دماغي في الموضوع ده بالذات يا عم سولي. يا عم اللي انت شايفه. بس كده. هتوحشنا والله يا عمر. والله وانتوا كمان هتوحشوني. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. ازيك يا ولدي؟ ازيك يا جماعه؟ تمام زي الفل. خلاص نويت؟ اه نويت. ابقى اوصلك وارجع لهم تاني. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم يا حبيبي. حبيبي. السلام عليكم. باي. باي. سلام يا رجال. ايه بقى؟ مرحبا بك. ازيك يا سالك؟ الحمد لله. اخبار رجلين ست كل النهارده ايه؟ الحمد لله كويسه. شده وزول. الله يخليك. منور يا سالك. الله يحفظك. انا معلقه على الشاي، تشربه معايا؟ يا ريت والنبي يا بود. وانت يا سالك تشرب ايه؟ ان شاء الله استرك. حاضر. الاخويا الاستاذ صفوت اتاخر ليه؟ ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ معلش زمان على طول. يا سالك ما انا قلت لك نروح له، احنا انت اللي ما رضيتش. ما انا قايل لك ان انا متفق معاه ان هو اللي هيجيني. يو يا سالك معلش بقى، حقك عليا، اصل دماغي يا اخويا خلاص هتولع. معلش شويه وهنفهم كل حاجه. انا اللي قاهرني يا اخويا حاجه واحده، ان احنا اخر مره لما كنا عنده كان مطمنا على الاخر، ساعه البتاع الجنائي بتاعه ده بتاع الشقه الايجار. معلش معلش اهدي بس كده علشان لما يجي نفهم هيقول لنا ايه. ماشي يا سالك انا هادي اهو. الشاي. شكرا. خليك يا سالك انا هفتح. خليك. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ازيك؟ اتفضل. التحقيق كان امبارح وهيكتبوا لها خروج من المستشفى بعد بكره، وهيحولوها على الحبس الاحتياطي. سجن يعني؟ انا نفسي مش فاهم ايه اللي حصل لغايه اليوم اللي خرج فيه تقرير المعمل الجنائي للنيابه.
والجماعه اللي كنت مظبط معاهم الموضوع جوه كانوا بياكدوا لي دايما ان النتيجه في صالحنا. يعني كانوا بيشتغلوك يعني ولا يا استاذ؟ دي مش اول مره اتعامل فيها مع الناس دول يا سالك، بس اكيد في حاجه حصلت وانا بحاول اعرف ايه هي الحاجه دي. هتفرق في ايه يعني تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ما كده كده خلاص طبلت على دماغ الوليه وهتتحبس اهو. ده حبس احتياطي ولسه ما خدتش اي حكم ايدينا، وده معناته ان احنا لسه معانا وقت نقدر نتحرك ونوصل لطريقه نثبت بيها ان البضاعه اللي اتمسكت دي مش بتاعتها، ولو قدرنا نشكك المحكمه في حتميه الاتهام ممكن نوصل لاخف حكم. اهو هتاخد حكم يعني الوليه هتتحبس، ولا هم يعني هيخلوها تنفذ الحبس في مارينا؟ ايه ده يا سالك، هو انت لما تعفرت كده هتحلها؟ وحد الله، خلينا نعرف نفكر نطلع من المزنق المنيل ده. هو في حل تاني مفيش غيره، لو حصل ممكن المحكمة تحكم لها بالبراءة أو تخلي سبيلها بأي ضمان إن شاء الله حتى فلوس، وفي الحالة دي بقى هنقدر نلعب على البراءة وإحنا مرتاحين. حل إيه ده يا أستاذ؟ إن صاحب البضاعة الحقيقة يعترف. أمريكاني؟ مش شرط، ممكن نجيب أي حد تاني يعترف ويقول إن البضاعة دي بتاعته، بس اعترافه يكون مقنع للنيابة والمحكمة. انت كده يا ريس قفلت لي ضبه مفتاح، البضاعه دي تجيب لصاحبها تأبيد وتبقى المحكمه عامله واجب كمان. هيبقى في الحاله دي لازم امريكان يظهر نفسه، ولو قدرنا نوصل لدليل نثبت بيه ادانته، بس يكون دليل بجد، دليل قوي حتى لو مش قانوني. عروستي الهي يساعدك يا استاذ توضح اكتر عشان انا مش فاهمه حاجه خالص. احنا لو قدرنا نجيب تسجيل لامريكاني بالصوت والصوره يبقى تمام قوي، ان شاء الله حتى يكون تسجيل قديم او نعمله له احنا وهو قاعد كده وبيتكلم وبيحكي التفاصيل اللي بتثبت ان هو الملك الحقيقي للبضاعه دي. ان شاء الله حتى يكون التسجيل دوت 3 ساعات بس ما يكونش فيه ولا قطع. استغفر الله العظيم يا رب. ادي بس يا ميرفت، زهقت زهقت يا اختي خلاص، الاستاذ كل ما يجي يحلها يعقدها اكتر، خلاص لغايه ما بقت عقده مش نيطه. انت يلزمك التسجيل ده امتى يا استاذ؟ في اسرع وقت ممكن، ان شاء الله حتى امبارح. قصده بسرعه يعني؟ ماذا فعل؟ خلاص انا ما كفرتش يعني. الله، ايه سلك بتفكر في ايه؟ هيكون في ايه يعني يا مرفت؟ هجيب التسجيل